شخص غريب دخل على حياته. لين بطلة القصة اللي أنا بكتبها جابها البطل على البيت المعمور وقدم لها الوردة دي بالذات، وردتها المفضلة، وحبة مثل ما هي. بس الخوف مسيطر عليها. انت خيفانة تنغرمي بنائل وتنسي رجل، والماضي بعده عم بيأثر فيها. قلت لك أنا حدا معقد وصعب أنك تتحمليني. قصة حب يومياً بعد الأخبار على MTV.